متابعينا الكرام، متابعي موقع وجريدة أبو كبير ميديا، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. هنا كان يعيش الفنان الكبير مصطفى فهمي، هنا كان يحيى الفنان الكبير مصطفى فهمي، زي ما حضراتكم شايفين وزي ما احنا بنتابع الاخبار المتداولة. السوشيال ميديا كلها حزينة، مصر كلها حزينة على رحيل هذا العملاق. في العمارة رقم 118 بالدقي كان يعيش الفنان مصطفى فهمي. هنا سقطت دموع حسين فهمي، هنا في هذا المكان لما كان بيشيل اخوه، نحش اخوه رايح على الجامع اللي هو جنب البيت على طول، جنب المسجد على طول، هنا كان يعيش الفنان الكبير مصطفى فهمي. خلينا اقول لحضراتكم حكاية الفنان مصطفى فهمي، انه بدأ في مجال التمثيل مع حكاية حب انا لما كان مصور ورا الكاميرا، اكتشف بالصدفة ودخل هذا المجال، ومن ثم بدع فيه والمع نجمه كثيرا. كان يسمى هو شقيقه بدنجوان السينما المصرية، عانى كثيرا مع المرض الى ان وافته المنية، وكان يخفي عن الجميع قصة سرطان الموت اللي كان يدب داخل مخه. تم ازالة له جزء من الورم في يعني ايام او في لحظات سابقة، ويعني في قبل عدة اشهر، وكان اخر ظهور له على الشاشة في 2022 في احد البرامج التلفزيونية الذي، وكان ليه تصريح طبعا جامدة جدا عن الحياة وفلسفة الحياة في عيشتها. كان معروف عنه ان هو دايما محب للجميع ودايما صانع خير ودايما بيدي بكثرة ولا يغضب على احد، وكان بيقول كده الحكاية مش مستاهلة غضب، الحكاية مش مستاهلة غضب، وكان دايما بيحزن حزنا شديدا على فراق الاحبة. كان صاحب واجب وبيروح في كل جنازة. اول ما شفنا هنا حسين فهمي عيطنا كلنا مع عياطه، وبكينا كلنا مع بكائه، وحصل نوع من انواع الازمة لدينا، لدى كل محبي الفنان حسين فهمي ومصطفى فهمي. وانت كمان ادعي له، قول يا رب ارحمه واغفر له، ادعوا له يا جماعة، ادعوا له. زي ما انتم شايفين كده حزن شديد على الجميع، وفي هذه العمارة 118 وفي احد الادوار هنا كان يحيى ويعيش الفنان الكبير رحمة الله عليه مصطفى فهمي. في هذا الدور كان يعيش مصطفى فهمي رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. زي ما حضراتكم شايفين مصطفى فهمي كان يعني احد الاعمدة التي بني عليها الفن المصري، هو وشقيقه حسين فهمي. ادعوا لي بالرحمة والمغفرة متابعينا الكرام. في هذا المكان سقطت دموع، في هذا المكان سقطت دموع حسين فهمي حزنا على فراق شقيقه مصطفى فهمي، وكان طبعا بيعيط زي العيال الصغيرة والله. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. ادعوا لي بالرحمة والمغفرة متابعينا الكرام من أمام منزل الفنان مصطفى فهمي رحمة الله عليه، ادعوا له بالرحمة والمغفرة من أمام مسجد منزل الفنان مصطفى فهمي. نحكي على حضراتكم قصة كفاح عاش هذا الفنان للوصول للقمة، وظل على القمة في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي، وإلى الآن كان محل جدال وجدل في السوشيال ميديا. بصوا شوفوا التفاصيل، هذه العمارة التي كان يسكن فيها الفنان الكبير مصطفى فهمي رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويغفر له. تعالوا بقى أوريكم المسجد، تعالوا بقى أوريكم المسجد اللي تمت الصلاة فيه، المسجد اللي تمت الصلاة فيه هنا متابعينا الكرام. هو مسجد يعني أهو المسجد أهو جنب، يعني المسجد جنب العمارة اللي كان بيصلى فيها، يعني بصوا كده، ده المسجد اللي كان بيصلى فيه اهو، ده المسجد اللي كان بيصلي فيه الفنان مصطفى فهمي، وده المسجد اللي تمت الصلاة فيه على على الفنان مصطفى فهمي. اجيبه لكم كده من بعيد عشان تشوفوه وتعرفوا تفاصيل هذا رحمة الله عليه الفنان مصطفى فهمي متابعينا الكرام. زي ما حضراتكم شايفين في هذا المسجد
كان يصلى على الفنان مصطفى فهمي، ادعو له بالرحمة والمغفرة. دقيقة من وقتك من فضلك، فعلا احنا محتاجين دقيقة ندعي فيها على هذا الرجل العظيم. في مسجد النيل تم الصلاة على جثمانه، وفي ايضا في احد الاحياء في منطقة الدقي تم الصلاة على جثمانه، فتمت يعني اخذ جثمانه للدفنة، وحزن شديد على الجميع. دقيقة من وقتك، دقيقة من فضلك، ادعي لي الفنان مصطفى فهمي بالرحمة والمغفرة. دقيقة من فضلك، ادعي للفنان مصطفى فهمي بالرحمة والمغفرة. ادعو له يا جماعة، ادعو له، ادعو له، ادعو له، قول يا رب ادعي لي، هو يحتاج الدعاء الآن. ادعو له بالرحمة والمغفرة يا رب يا رب يا رب. ادعو له بالرحمة والمغفرة، وداعا الفنان مصطفى فهمي الذي عاش من أجل الفن كثيرا، وكان من أساطير الفن، أسطورة من أساطير الفن والله. راحت رحلة البارح، أول البارحة الفنانة شريفة ماهر، رحل البارحة الفنان حسن يوسف، واليوم يرحل الفنان مصطفى فهمي. ادعو له، ادعو له متابعينا الكرام على ما قدمه من انجازات في مجال الفن، ومحبوب الجماهير، معشوق الجماهير، لديه طلة وقبول رهيب. سمي هو شقيقه بدنجوان السينما المصرية. ادعو له بالرحمة والمغفرة يا جماعة، ادعو له بالرحمة والمغفرة. هنا كان يصلى بالفنان الكبير مصطفى فهمي، ادعو له بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه، ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي يا جماعه بالرحمه والمغفره. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. هنا سقطت دموع مصطفى، هنا سقطت دموع حسين فهمي حزنا على رحيل الاخ مصطفى فهمي. ادعوا له، ادعوا له، ادعوا له. دقيقه من فضلك عزيزي المشاهد، وادعي له بالرحمة والمغفرة.